نخبة من الخبراء والمتخصصين اجتمعوا اليوم في العاصمة أبوظبي لحضور منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، والذي ينظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. اليوم في المنتدى تناقشنا في بعض التحديات اللي موجودة، وأيضا تناقشنا مع المؤسسات اللي تعني بالصحة النفسية، وطرحنا أوراق بحث كثيرة وأوجدنا حلول نمشي عليها للوصول إلى الرفاه الاجتماعي للدولة. يركز المنتدى بشكل خاص على الأمهات والأطفال واليافعين والأسر، كما يهدف إلى إرساء حوار شامل حول قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة في الإمارات، وتتمحور مناقشاته حول الاعتماد النهج المجتمعي لتعزيز الوعي وتوفير الدعم وطرح حلول فعالة لهذه القضايا. حقيقة تشرفت من ضمن كوكبة من المتحدثين في الجلسة الرئيسية للتحدث عن أهمية الصحة النفسية، ولكن من منظور تكاملي. فللدولة دور على المستوى التشريعي والقانوني، المجتمع له دور فيما يتعلق بتعزيز الصحة النفسية، والأسرة باعتبارها المكون والحاضنة الأولى للصحة النفسية لها دور رئيسي في تعزيز الصحة النفسية، ولا سيما بالنسبة للطفل. اليوم طبعا تحدثنا عن العلاج بالفن، استضفنا أول معالج للفن في دول الخليج دكتور عبد اليامي، وقدمنا للحضور بحيث أن نعرفهم على العلاج بالفن واستخدام الأدب والشعر والفنون التشكيلية والموسيقى في خروج الإنسان من الأزمات هذه. يمثل المنتدى منصة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الخاصة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في هذا المجال من داخل الدولة وخارجها. حقيقة كلام كان يثلج الصدر، وحضور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية كان لها أثر إيجابي كبير على المنتدى وعلى الأطفال، أنهم يشوفون الجميع مهتم بموضوع الصحة النفسية، إن كان للأطفال أو إذا كان الأمهات أو للمجتمع بشكل عام. يتضمن المنتدى 11 جلسة نقاشية تشمل حواراً متكاملاً بين المعنيين والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، إلى جانب دعم الوعي والتعلم ومناقشة أنظمة الدعم والسياسات والاستراتيجيات وتعزيز الشراكات لتحقيق الشمولية وتسهيل الوصول إلى الحلول الفاعلة باعتماد على الابتكار والبحث والتمكين من خلال الروايات الشخصية والتجارب الناجحة في مجال التعامل مع القضايا الصحة النفسية. حرص منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة على الاهتمام بالصحة النفسية لجميع أفراد العائلة، إلى جانب تقديم طرق علاجية جديدة للخروج من الأزمات النفسية. لمركز الاتحاد للأخبار ندى الزعابي، أبوظبي.